لا تخبر أحدا بذنبك، تقول أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأبغض الله مبغضيها، تقول من ابتلي بذنب فلا يخبر به أحدا فإن الخلق يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير. مهما عملت ذنوب الله ما حيعيرك، يا رب أنا فعلت كذا وكذا 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 وكذا، غفر لك. العبد مهما كان قريبا منك تروح جرب أنت أقول له أنا زنيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف تزني وكذا؟ ليه حتى أقول له؟ ليه حتى أجي عند الثاني أقول له أنا زنيت، أنا سرقت؟ طب أنا سرقت وتبت، وسرقت مرة تانية وتبت، ثالث مرة انسرق شيء، أكيد أنت ما... أنت لك سوابق، أنت لك مش عارف إيه. ليه حتى أقول للخلق؟ لا، والأضرب اللي بتروح بيخطب وحده بقول أنا عندي ماضي أسود، ما أنت اللي عم بتسوده بأفعالك، شي بينك وبين رب العالمين اللي تقوله، وشي بينها وبين رب العالمين اللي تطلب منها أن تقوله، وبيجي بده إياها من أول شيء خبريني عن ماضيك، ليه؟ أنت عليك بالحاضر، هاي الذنوب بيننا وبين رب العالمين بنسترها، ما بنخبر حدا، فاعلم أن باب التوبة